مرحبا بكم. منذ 2600 مليون عام كان الميغالودون يخيف البحار والمحيطات، وكان من المعتقد أنه سمكة القرش الأكبر حجما. كان قرش الميغالودون يعيش خلال فترة النيوجين، وكان له 52 إلى 59 قدما، ويتراوح وزنه من 70 إلى 100 طن. خلال فترة البعث لم يكن من الممكن التفريق بين أسنان الميغالودون والأطراف المتحجرة للسان التنين والثعبان. أما بقايا الميغالودون الوحيدة التي تم اكتشافها فقد كانت فقريات وأسنان عثر عليها في استراليا وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. ولكن ماذا كان ليحدث إذا كان الميغالودون حيا؟ من بين الأشياء التي كانت لتحدث هي التنوع الكبير في الكائنات البحرية، بالإضافة إلى تواجد الكثير من الكائنات المفترسة الخطيرة للغاية، مما كان ليؤثر على حركة السفن والقوارب وعلى أمن السباحين. كنا لنسمع أخبارا في النشرة الإخبارية عن حوادث تسبب فيها الميغالودون، وهذا لأنه يتغذى على العديد من الكائنات. واليوم كانت الفريسة المفضلة له لتصبح البشر، إلى أن التضحية بفصيلة من أجل إعادة الميغالودون للحياة كان لينتج عنه أن يلتهم الحيتان والقرش الأبيض وكل أنواع الكائنات. كان ليقتلهم حتى يصبحون معرضين لخطر الانقراض، لما كنا نحن البشر وحدنا المذنبين في انقراض الأسماك، وأن يختفي بعضها كل فترة سيكون الميغالودون مذنبا أيضا. كنا لنشاهد العديد من المقاطع على الإنترنت لمعارك بين الميغالودون بعضهم البعض، وإذا أردت أن تأكل سمكا كان هذا الأمر ليصبح بعيد المنال، لأن الميغالودون موجود في البحار. كان الصيادون يعرضوا حياتهم للخطر، ولكن لا تقلق، فتلك اللحظة كانت القوات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية أو القوات العالمية لتستثمر في المنتجات والسموم من أجل تحجيم هذا الحيوان أو قتله. كانت هذه لتصبح إحدى المشكلات التي كان ليتم التعامل معها على مستوى العالم، ولكنه ليس ببساطة مشكلة أسماك القرش والتسونامي والكوارث الطبيعية. في منتصف الطريق كان من الممكن أن تجد ميغالودون، وكان الصيد ليصبح أمرا مطلوبا. كان الكثيرون يريدون امتلاك أسنان الميغالودون من أجل مهاجمة هذا الكائن، إذا لم يكن قد انقرض لكان الإنسان قد تولى هذا الأمر. وفي النهاية لقد انقرض الميغالودون، وعليك أن تشعر بالسعادة لهذا الأمر. وفي النهاية شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.